بدايتنا الحركة المدنية. وأنا يمكن زي ما قلت أنا عادة لا أستخدم هذه الأمور في طوال 10 سنوات إلا هذه المرة عشان يبقى إحنا موقفنا محدد. كل حد من حضراتكم مرشح بنسأله الأسئلة اللي موجودة زي المرشحين الآخرين. نتكلم على الحركة المدنية، يمكن ده السؤال الوحيد اللي مختلف مع حضرتك، وإنه كان فيه اختلاف على اختيار مرشح بعينه، هل كان فيه انقسام داخل الحركة المدنية بالفعل ولا لا؟ إيه الحكاية؟ الحركة المدنية لمن لا يعلم من السادة المشاهدين هي حركة معارضة أسست تحت شعار بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة. نعم. بتضم مجموعة من الأحزاب ذات الطابع اليساري التقليدي وأحزاب ليبرالية وأحزاب تنتمي ليسار الوسط ويمين الوسط زي الحزب اللي أنا بشرب بالانتماء إليه أو برئاسته اللي هو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. فالحركة المدنية أصلا حركة ائتلافية بين مجموعة أحزاب، وبالتالي هي تجربة يعني لها كل التقدير والاحترام، لأنها تجربة فريدة من نوعها في فكرة أن يبقى في مظلة تجمع مجموعة أحزاب مختلفة تتوحد على هدف واحد وتعمل معا لمدة شهور وسنوات. نعم. لكن زي أي حركة ائتلافية هي حركة داخلها خلافات كثيرة. مفيش أي خطوة بتاخدها الحركة المدنية كانت في تاريخها إلا وكان ده بيبقى محصلة نقاش ونتيجة إدارة ناضجة ومحترمة للنقاش ده بنتوصل إلى توافق. نعم. لأن الحركة المدنية نعم. لا تتخذ ولم تتخذ أي قرار ليها بمنطق الأغلبية والأقلية، مش حزب، باستثناء بعض القرارات المهمة اتخذتها بهذا المنطق برضو بالاتفاق على أنها ستتخذ قرارها بالتصويت. نعم. في موضوع انتخابات الرئاسة حصل فعلا خلافات داخل الحركة المدنية شأن أي موضوع آخر، ولم ننتهي إلى قرار محدد بتأييد مرشح بعينه أو باتخاذ موقف محدد من الانتخابات، ما إذا كان الناس كلها تشارك، الناس كلها هتقاطع، بعض الناس هتلتف حوالين مرشح معين، بعض الناس لأ إلى آخره. لكن هذا الخلاف في الرأي لا يعني أن الحركة المدنية قد أنهت وجودها أو أنها هي إحنا بنعتبر دي محطة من محطات المهمة. لا بس كان موقف صادم لحضرتك، مفاجأة لحضرتك؟ لا ولا متوقعه؟ لا لا بص لا واحد من قيادات المعارضة المصرية في السياسة يعني ما في ممكن يبقى مش هقول صادم، هقول يعني ما كانش أفضل حاجة بالنسبة لي بالتأكيد يعني. نعم. كلما كان عدد في عدد من أحزاب الحركة المدنية معايا. نعم. وفي عدد من قيادات أحزاب موجودة في الحركة المدنية مش معايا معايا كأشخاص. نعم. لكن زي مين؟ بدون ذكر أسماء، لكن يعني حمدين صباحي مثلا واحد من الأشهر الموجودين في هذا. المهم اللي لازم نركز عليه أن الحركة المدنية بإذن الله باقية، أن الهدف اللي هي وجدت من أجله لازال باقي ولازال مهم ولازال ضروري، وبالتالي أنا شخصيا والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعني متمسكين بوجودنا في الحركة المدنية ومتمسكين بشعار الحركة المدنية رغم انهم مش كلهم مع حضرتك. لا ما هو هم ما هو دي صياغة، ما هو في صياغة تانية ان انا مش معاهم هم مش معايا فاحنا اختلفنا لكن الخلاف في الرأي. بس هنا في شرخ ولا مفيش؟ لا يعني بإذن الله حتى لو كان حصل شرخ بإذن الله هيمكن تجاوزه. ليه؟ لأن المعارك المقبلة كتير، ولأن يعني بناء مجال سياسي وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة أمر طويل وممتد ويستدعي تضافر كل الجهود، وأنا مش يعني مش مع التضحية بكل ما قدمناه من جهد مشترك في اتجاه بناء الحركة المدنية، أنا مش مع التضحية بهذا على الإطلاق. نعم. بالعكس ما حدش حاول يعمل توافق بينكم مع بعض. حضرتك قابلت الدكتور حسام بدراوي وما حاولش يعمل يعني اتصالات لقاءات يعني تنسيق؟ كل الناس بتحاول وكل الناس مفعمة بحسن النوايا، والناس اللي اختلفت معايا ما هيش بالضرورة على خطأ وأنا مش بالضرورة على صواب، وفي السياسة وفي مثل هذه الأمور دي مسائل تقديرية. يعني ربما يكون هناك ربما يثبت التاريخ ليا ان انا ما كنتش بالضروره موفق بما يكفي.